في ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، قام رئيس دائرة بن مهيدي ورئيس البلدية وقائد فرقة كتيبة الدرك الوطني بزيارة إلى مقبرة الشهداء رفقة الشيخ عثمان زايد الذي قدم كلمة افتتاحية، وحضور جمع من المواطنين وبعض المشاهدين. حيث قدم كلمة للمجاهد عمار المضنية بمناسبة الذكرى، والذي حضر فيها بعض من السلطات الأمنية، وكان الختام للشيخ عثمان زايدي بكلمة ترحم على الشهداء.